بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إننا في فلسطين متضامنون مع الأخ الرئيس محافظة في إندونيسيا الأخ رضوان كامل المفقود ابنه المفقود في دولة السويد، واسمه أمير ممتاز في نهر جاري، ونسأل الله أن يعيده إلى أهله سالما غانما. آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. الله أسلم، الله الله أسلم صاحب الأسماء الحسنى، الله الله أسلم. آمين. المؤمن الكافر يقول الشيء كيف يكون. الله الله أسلم. الله الله أسلم. الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آمين. يجمع شملك على ولدك. يجمع شملك على ولدك يا رضوان يا كامل. يجمع شملك على ولدك يا رضوان يا كامل. آمين. يا رضوان يا كامل. آمين. آمين. أمير ممتاز يجمع شملك يا رب العالمين عليه بحق الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آمين. سالم ردة القعود الشارد. آمين. سالم ردة القعود الشارد. آمين. الله أسلم. يا من أمره بين الكاف والنون. آمين. كيف يكون؟ آمين. يا شمل كم رضوان على ولد أمير ممتاز بحقك يا أحد يا فرد يا صمد. آمين. يا مقتدر. آمين. ما جمعت حواء على آدم على عربي. آمين. حواء على آدم على عربي. آمين. الله أسأل، الله أسأل الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. آمين. من يتولى أمر أمير ممتاز ابن كامل رضوان في أعماق البحار في السماء في الأرض وين المكان يرد إلك سالم يا رب العالمين. آمين. ولا رعاية رب العالمين. آمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد آله وصحبه وسلم. آمين. الصلاة على النبي. أسأل الله يفرحنا معاكم بجمع شملكم على ولدكم. آمين. أسأل الله الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة آمين. فرحنا معاكم بجمع شملكم على ولدكم أمير الممتاز. وصلى الله على سيدنا محمد آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Teman-teman di Indonesia khususnya keluarga Kang Emil, Gubernur, Bapak Gubernur Jawa Barat, baru saja keluarga Muslimin di Palestina, di Gaza, memberikan solidaritas, menggelar doa bersama untuk putra dari Kang Emil, yaitu Kang Eril. Semoga Kang Eril selamat bertemu dengan keluarganya dalam situasi aman dan damai dan kesehatan prima yang tentunya dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu kerukunan, salah satu bukti ukhuwah antara Indonesia dengan Palestina. Saya Bang Onim di Gaza mengucapkan terima kasih dan juga mendoakan kepada Kang Emil dan keluarga tetap kuat dan tetap mendoakan anaknya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.